المنتخب السعودي. لاعب المنتخب المكسيكي بيحتجون على هذه الكرة، إذا كانت خطأ فالقرار سليم، وإذا كانت أيضا غير خطأ فعموما تحسب لإبراهيم ماطر اللي أجاد في هذه الكرة وكسب فيها ركلة جزاء للمنتخب السعودي في الدقيقة 17 من زمن الشوط الثاني من المباراة، وركلة جزاء بحسبها أوسكار أكوستا الكولومبي لمصلحة المنتخب السعودي. ركلة جزاء، محاولة وجول، حلوة، برافو من نواف التمياط، الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 18 من زمن الشوط الثاني من المباراة، والتمياط بحط كرة حلوة على يسار كامبوز في الجول، أول هدف للمنتخب السعودي عن طريق نواف التمياط.